باش نكونوا عمليين، غادي وقفه واعتصام، يعني اليوم حنا راه دايرين اعتصام ما غنمشوش من هنا اللي غيلقى لنا الحل. ما كنقلبوش اليوم على ناس اللي غيقول لنا سيروا صبروا ولا غيعطونا اصبروا، كنقلبوا على ناس اللي غيقول لنا حلول. حنا مرات مرضنا وكنتمناو بان السلطه تغير معنا وتكون مقتضيه وتغيير من المفاهيم اللي كنعرفوها. حنا الحمد لله في دوله كنعيشوا، الاشكال اللي عندنا غنبينوه اليوم وغتكون النقاط اللي غنتكلم عليها وغنوضحوها. القرارات اللي جات بها الحكومه ما همتنا في حتى شي حاجه، ما عدا واحد الجزء بسيط ديال الدعم ولا الابقاء ديال الدعم ديال 2000 درهم الى تغني ولا تسكنوا من جوع حتى شي حد. اما الدعم ديال الشركات فغائب، صفر درهم. فيما عطاو الدعم للفنادق اللي ما عرفناش المعايير في الحقيقه اللي خداو باش يدعموا الفنادق وما يدعموش النقل السياحي. كنا واقفين عندنا اسطول حتى حنا خصو الصيانه باش نعاودوا نبداو الا فتحوا الحدود وجاو السياح، ما عندناش باش نخدموا معاهم نهائيا. الحديد وقف المده ديال 24 شهر، فكل دابة اكل على مورتيزموت وما كتعرفوها، حديد الطوموبيلات واللي بيس واللي ميني بيس الى وقفوا 6 شهور، راه كيمشيو البلوات كيمشيو سميتو السباغه وخصوصا في الدار البيضاء اللي قريبه للبحر، فما بالك الى وقفوا 24 شهر. ولهذا كنعانيو يعني معاناه شمها من غياب المواكبه ديال الحكومه للنقل السياحي وغياب وتهميش ما اتى به زمن. المعاناه عندنا مع شركه التامين كانت لا كاباسيتي 100% 50%. واش عندهم شي منطق؟ اشنو هو المنطق اللي كيحكموا به؟ هاد الناس واش عندهم عقلاء؟ وزاره الماليه عندها ناس اللي عندهم استراتيجيات، ما خارجين في استراتيجيات. وزاره الماليه حشومه وعيب وعار تجي اليوم وتقول لك انا ما عندي تجي ضريبه ديال المحور، انا غنحسس لك على الحافله ديالك. مين غنعدي؟ وزيره الماليه فينا منا؟ حنا ما عندناش باش نعديو. حلوا لنا الحدود، مسدين الحدود. جميع الدول الاوروبيه دابا اليوم كتباتت حنا في حاله اعاقه. ما يمكنش تطلب من انسان وعاق باش انه يجلس ساعات ايجابيه، ايحاءات تبين لنا باننا راه غنبقاو، حنا راه ما غنبقاوش، راه الاكيد باننا ما يمكنش